السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. النهارده ان شاء الله معانا عطل الشاشه. احنا بقى لنا فتره كبيره جدا ما عملناش فيديوهات على الشاشات. خلونا بس نشوف الشاشه. الشاشه طبعا من انتاج شركه شاومي والشاشه كيرف، بس انا طبعا مش هعرف اصور كامل الشاشه لان الشاشه يعني الحجم بتاعها كبير شويه، ولكن على اي حال الشاشه جات لنا عطل انها فاصله باور. انا مركب دلوقتي كابل باور، ده الليد الخاص بالباور، احاول ان انا اضغط على بريس الباور ومفيش اي استجابه من الشاشه بتاعتنا. تمام. طيب بالنسبه للتفاصيل اللي قالها لنا العميل بتاعنا، ان هو حاول ان هو يركب الشاشه دي في ستاند وركب مسامير اطول من اللي المفروض تركب على الشاشه، وبالتالي المسمار بتاعنا عدى الناحيه التانيه او اخترق البورده، وغالبا غالبا بنسبه كبيره جدا هيكون قطع مسارات في البورده بتاعتنا. فهنبتدي نفك الشاشه بتاعتنا دلوقتي ونشوف منطقة الضرر ونحاول ان احنا نتعامل معاها. تمام. طيب ده شكل الشاشة بتاعتنا بعد ما فكناها. عندي الشاشة بتاعتي بتتكون من 3 بورد. عندي البوردة البار سبلاي موجودة عندي تحت الشيلد ده، في عندي هنا في الجنب ده البوردة الخاصة بالمين بورد او بوردة الداتا، كمان عندي هنا تحت طبقة البروتكتيف فيلم دي التيكون بورد. تمام. طيب لو جينا زومنا على المين بورد، هنلاحظ ان انا عندي مكان المسمار نفسه وصل بوردة المين بورد في المنطقة دي. حاول ان انا اعمل لك عليها فوكس، وصل عندي في المنطقة دي، وواضح جدا ان في مسارات او تريسز عندي اتقطعت، كمان في عنصر الكتروني ممكن يكون دايد، ممكن يكون ترانزستور، انا لسه ما اعرفش دلوقتي العنصر ده عبارة عن ايه، كمان العنصر ده متضرر معايا. تمام. طيب الغلط هنا يعني في غلط من الجنبين. اول حاجة غلط من العميل نفسه ان هو حاول ان هو يستخدم مسمار مش مخصص للشاشه دي او اطول من اللي المفترض يكون عليه الطول المناسب للمسمار بتاعي. الحاجه الثانيه شركه شاومي نفسها عندها غلط هنا في التصميم، يعني كان المفروض زي ما هي عزلت لي او عملت الشيلد المعدن ده على بوردة البار سبلاي، كان المفروض برضو تعمل شيلد بحيث ان هو يحجز لي اي مسمار، بحيث ان هو يكون ليه ليميت معين وما يتعداش الحدود المسموح بيها ويعمل المشكله اللي احنا شايفينها دي. دلوقتي هنبتدي نفك بورده المين بورد ونشوف الكلام ده كله والتفاصيل دي كلها تحت الميكروسكوب. تمام. دلوقتي المذر بورد موجوده معانا تحت الميكروسكوب، فهنروح للمكان اللي فيه مشكله عندنا. طبعا تحت الميكروسكوب يعني اعتقد الموضوع اوضح. خلونا بس ننظف شويه كده عشان الصوره تظهر معايا بشكل واضح. واضح جدا عندي ان انا في تراكين مقطوعين معايا، ده التراك الاولاني وده التراك التاني، ولكن طبعا طبقات البورده ممكن تكون عملت شورت مع بعضها، وبالتالي هنبتدي ان احنا نعالج المنطقه دي. تمام.
طيب دلوقتي احنا قفلنا الشاشة بتاعتنا بعد ما لحمنا التريسز اللي كانت مقطوعة عندي وعملنا بعض التعديلات على البورد. خلينا نوصل كده باور، وانا لاحظت ان الشاشة عندي اشتغلت باور واللوجو بتاع شاومي موجود عندي اهو. طبعا انا مش موصل فيها حاجة او مش موصل في الشاشة حاجة، فالمفروض ان هي هتجيب لي دلوقتي نو سيجنال زي ما احنا شايفين. ادي كلمة نو سيجنال ان انا مش موصل اي كابل سواء الديسبلاي بورد او الاتش دي ام اي، والشاشة دلوقتي تدخل وضع الباور سيفنج. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وكالعادة كل اللي محتاجينه منكم دعوة من القلب.